إذن السلام عليكم متابعينا الأعزاء. كيف كتشوفوا هذه طريق السيار، وهذه يعني خطة جديدة للنصب والاحتيال. صراحة أنا نقول نصب واحتيال لأن الإنسان يدخل طريق السيار اللي يمشي بسرعة 120، فعلا ممكن أن تكون يعني السرعة أقل من 120 في حالة ما إذا كان طارئ ولا كذا، لكن في هذه الحالة هذه كنشوفوا أن هناك منحدر والسرعة كتحدد في 100 في الطريق السيار ما بين مدينة مكناس والرباط، إذن دايرين هنا 100. السؤال هو علاش هاد 100؟ غريب جدا، بيقولوا يعني هاد الطريق خطر انزلاق الشاحنات ولا الشاحنات كتمشي يعني ثقيلة. نعم مثل هكذا، ها الشاحنة كتمشي ثقيلة، انت غتمر هنا بالسيارة والإنسان له عقله، يعني غادي يعرف فاش يمشي هو ب100 وما يمشيش ب100. فطريق السيار كندخلوا لها على اساس اننا كنمشيو بال120، فملي كتلقى انت 100 اين تمشي في وطنيه احسن لك، 100 ولات موجوده حتى في وطنيه في بعض الحالات. وزياده وزيد وزياده على هذا، فالطريق السيار اصبح صراحه في حاله يرتى لها طريق، يعني صراحه انت هي مهتريه بكل صراحه. شوف طريق مهتريه، يعني لا يمكن انك تدفع الفلوس كتخلص وفي الاخر كتلقى ان الخدمات غير متوفره. زيدون وزيادة على بزاف الامور اللي هما مخبعينها ولا يوفرون الخدمات، مثل انه اذا وقع لك عطف في السياره انهم خصهم يحملوك يخرجوك في اقرب يعني مخرج، في داك اقرب مدينه في مخرج ليها غيخرجوك ليها. احنا ما كاينش هادشي للاسف، كنغفلوا بزاف على بزاف الامور وما كاينش نزل القانون. كنتمنى من اهل القانون يدخلوا ويبقاو يشرحوا للناس ويوريو الناس ويوعيوا الناس. فكما قلت هنا انتم كتشوفوا ماشيين وكيعاودوا 100 100 100، يعني ليه علاش 100 في هذه الطريق هذه؟ علاش سؤال علاش انتم طلعه و100 كتقتل السياره وصافي بصراحه. يعني هذا في نظري غادي تعتبر مصيده ولا نصب واحتيال باسم القانون، مع ان القانون بريء كل البراءه من النصب، بريء بالعكس، القانون ضد النصب والاحتيال. صراحة سياسة طريق السيار بالمغرب بكل صراحة ماشي كنضرب فيهم، بالعكس حنا راه كنستعملوها بزاف، بغينا تجود الخدمات ديالها لأنها عندها ناس بزاف، مع العلم أن في دول أخرى متقدمة، كنقول دول متقدمة، كاين حاجة اللي هما كيطبقوها، ألا وهي كتدفع الثمن ديال لوتوروت أو طريق السيار لواحد السنوات محدودة، ملي كيتكمل أنه الخلاص ديالها كتولي مجانية، كتولي مجانيه كتمسكها الدوله، كتولي الدوله اللي كتصلحها مره للاسف. حنا كتدفع فلوسك، بقات شركه ملي عرفناها وغتبقى شركه الى ان يريت الله الارض ومن عليها على حسب ما عرف، وما كاينش حتى خدمات. هذا هو للاسف، كتدفع فلوسك وما كاينش خدمات. هنا الامر كيدخل في كرامه المواطن، كاول حاجه كرامه المواطن كتلعب دور كبير، لا يمكن انك كتعامل المواطن بتجاهل وبغيتيه يكون راضي، لا يمكن. فعلا الناس قولوا لي كاين جهل وما يمكنش نعملوا كل شيء بطريقه، فعلا، ولكن كاين ناس واعيين وعارفين اش كيديروا. يعني لازم اننا نطبقوا القانون وروح القانون. روح القانون كتقول باللي كنعاملوا الناس سواسيه امام القانون، واللي غلط يتعاقب ايا يكون. حنا لا كيغلط الانسان ولا كيدير شي حاجه كنبقاو نقولوا ما عرفناش شكون هو، عندك يكون ولد فلان ولا ولد فلانه. لازم ضرب يد من حديد كل من يخول لنفسه أنه يتطاول على القانون مهما كان. إذن متابعينا الأعزاء، كيف كتشوفوا هذه الطريق السيار ما بين مدينة مكناس والرباط، في كاين هالطلعة ولكن انت راجع تلقى هبطة، هي دايرين فيها 100 محددة السرعة في 100. كيف ما قلت أنا في نظري كنشوفها صراحة ضرب بالنسبة للمستعملين ديال هالطريق. الإنسان مولف داك 120 ديالو كيلقى 100، علاش؟ هذا سؤال يبقى مطروح ونتمنى أنني ألقى الجواب عليه، مع العلم أنه لا أرى أي جواب سيكون شافي. أنتم كما كتشوفوا هنا ها هي رجعت 120، دابا عاد ردوا 120، تسالت الطلعة، علاش بالضبط في الطلعة دايرين 100؟ هذا سؤال يبقى مطروح. إذن متابعينا الأعزاء، كان معكم ربيع الدحاني. نفس العمل حق الشرطة ونفس الهدف حق الشرطة، هم عارفين عملهم، عارف عمله انه هو في خدمة الشعب، اي واحد متعطل يقوم بخدمته لين يسهل له امر طريق
وش يجلس يخالف وامتحن وضايق ويسال ولا يقدر يسيبك إلا